السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا اليوم راح نتحدث عن التحدث بالواتساب عن طريق الصوت. طبعا نضغط ضغطة مطولة على هذه المسافة جنب المسافة الفاصلة، ثم نختار الميكروفون. تفتح لنا طبعا هذه الصفحة. طبعا تستطيع بالضغط على الدائرة الخضراء أن تتحدث. طبعا سنجرب الآن أمامكم، وبالضغط مرة أخرى أن تنهي الحديث. طبعا الآن سنجرب أمامكم. ضغط على الدائرة. أين كنت البارحة؟ ماذا فعلت اليوم؟ اتصل بي حالا. سلامي إلى، كيف أخباركم؟ سلامي إلى الجميع. طبعا كما تلاحظون هذه هي الطريقة. طبعا مثل ما جنب المسافة تضغط ضغطة مطولة ثم تختار الميكروفون. طبعا هي من هنا الضبط كما تلاحظون. طبعا لتفعيل هذه الميزة إذا لم تكن مفعلة لديك، طبعا لا نقوم بتفعيلها من هنا. الآن نخرج من هنا ثم ندخل إلى إعدادات الجهاز، بعد ذلك ننزل إلى اللغة والإدخال، أيضا ننزل إلى Language and Input اللغة والإدخال، ثم كما تلاحظون Google Voice Typing هذا هو مفعلة من ال Language. هذه تفعل لغة الإمارات العربية المتحدة، اللغة العربية كما تلاحظون هذا الخيار، نتأكد من أنه مفعل لكي تستطيع التحدث باللغة العربية، ويحولها كتابة إذا كنت متصل بالنت. هذا كل شيء بالنسبة للشرح. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم، وأهلا وسهلا بكم.